بسم الله، مرحبا بكم. مرحبا بكم اخواتي الكريمات. هذه المره ان شاء الله راني غادي نقدم لكم فصاله جديده ان شاء الله، وان شاء الله تفهموني وان شاء الله تكون تجيكم الطريقه سهله. ها هو الباترون اللي دايره تاع هذه القندوره، تجي على النص، يجي ها الباترو هذا فوقاني وحده، ها هو اللي من فوق وحده، والتحتاني يجي باجي وحدها. ها هي هذه تجي كي لباس هكا. راني دايره زوج متر ونص تاع كتان، وراني طاويه تاع على 4، ما قلعتش من اليدين، انا تنفصل ونقلع اليدين. هذه الطريقه تاع الخياطه تاعي انايا. ها هي منا هذا ان شاء الله نبديو. بسم الله، هذا هنا تحبسي، تجي هنا هالطريقة. ها هي فصلوا الجهه التحتانيه، هنايا الجهه الفوقانيه تجي في الباط شبره وربع صباع، بهذه الطريقه تجي شبره وربع صباع، وتجي هنايا بهذه الطريقه تجي شبره. ها هي هكا شبره، ومنا في العرض تجي شبره وربع صباع، يجيو شبره وست صباع بهذه الطريقه، يجيو ستة، يجيو شبرة وست صباع. ها هي هاكا تعبري هاكا وتزيدي زوج، ها هما تجي شبرة وست صباع على حساب العبار نتاع اللي تبغي تخيط القندورة، كل وحدة والعبار تاعها نتاع الحزام. أنا ها هي بالسنتيم تنحسب بها الطريقة. ها هي من الكتف للكتف، ها هي 20 سنتيم هاكا، هكا العرض 20 سنتيم تاع الكتاف، وبهذه الطريقة نتاع الباط عاود نحسبو هكا، ديري هاك، جي دايرة هاك، دوري 26 سنتيم. ها هي 26 سنتيم من الكتاف للباط لتحت، ومن الباط للحزام جي ها هي تجي 15 سنتيم حتى 16 سنتيم. ها هي نديرو 16 سنتيم. ها هي طريقة منا تجي 27 سنتيم. ها هي هكا 27 سنتيم بهذه الطريقة. ها هي نضربك ونمشيو للجهة التحتانية بهذه الطريقة، ان شاء الله تفهموا وتجيكم الطريقه سهله. ها هي خاص يخرجوا قد قد. ها هي 27 سنتيم وهنا عاود 27 سنتيم، خاص ديري جهه تاع الحزام قد جهه تاع هنايا تجي قد قد، وتولي تعبري هنايا الخصر هنا على حساب كل وحده، على حساب لاطاي تاعها اللي تجيها القندوره اللي تجيها 30 سنتيم هذه فيها، والطول على حساب القندوره، طول كل وحده والطول تاعها، طول ماشي محسوب، طول كل وحده ودير الطول تاعها تاع القندوره تاعها. انا الطول التالي تنخيط ونقصص الطول، نقلعو الظهر ونقلعو عاود الصدر. دائما قلت لكم ديروا ربع صباع بهذه الطريقه، دائما ربع صباع هكا، يجيو ربع صباع كيمون هكا، تحسبي هكا. ها هي ديري ربع صباع وديري بالبينس تقبضي باش ما تلفلكش. ها هي يجيو ربع صباع من وربع صباع من، يجيو غير كيف كيف هاكا. ها هي ربع صباع من وربع صباع يجيو من. ها درواك نديرو الصدر،
ها هي هنا وهنا، ها هي ستة تاع الصباع بهذه الطريقة، ستة يجيو. ها هي باش ديري الكاري، باش ديري المربع. ها هي هاهي الرقبة تاع العنق، هذا الصدر ها هو يجي كاري، ها هو بهذه الطريقة. هادي الطريقة نتاع اليدين باش نديرو اليدين. هادي الباط، ديري الباط اللي فصلتيه في القندورة ديريه هكا باش تجيك قد قد، باش تجيك الخياطة قد قد، باش ما تجيكش كبيرة وتقعدي مم. تحطي الباترون كي يكون عندك الباترون تاعها هكا، قلنا قبل ها هي هكا، ها هو الباترون تاعنا. ديري ال هاهي توصلي هنا تحبسي، هي هنا دوري على الباطن تاع ال هاك، هاهي ها هما اليدين هاكا، هاكا هادو اليدين بهاد الطريقة. هادي هادي هي، هادي يجي بان يجي من تحت هاكا، ها هي ها هو هذا الصدر هاكا كتي. هذا هو وهادو اليدين، كل وحده دير على حساب لاطي تاعها، ماشي كل وحده والعرض تاعها، كل وحده ها هي في العرض كلشي تاعها، شبره زوج ثلاثه، ثلاثه نتاع الشبرات فيها في العرض تاع الحزام هنايا، كل وحده والشبره نتاعها، كاين اللي فيها زوج ونص، كاين اللي فيها زوج. واللي ما عرفتش تعبر القندوره تاعها وتخيط على قندورتها تجي سهله، كي دير قندورتها تعبر عليها تجيها سهله، الطريقه تجيها سهله، كل وحده ولاطين تاعها، كل وحده والعبر تاعها، هذه لاطين تاعها شويه معمره، كل وحده على حساب لاطين تاعها. المقام الاقامه تاع القندوره هادو كاين الدونتال فيه ميطو نص، وكاين هذا عاود فيه ميطو نص، هذا عاود هذا باش نزوقو، وكاين هادو عاود هاد الحجرات باش باش نزوقو عاود نديرهم نعمرهم هنا في هادي هاد الطريقه هكا يتعمرو، هادي هكا تعمريهم، وان شاء الله نتلاقاو كي نخيطها ان شاء الله، راني تشوفوها ان شاء الله.